السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج جلسة خاصة. في حلقة اليوم التي تندرج ضمن الحلقات التي نخصصها لآخر المستجدات في الساحة السياسية بالمنطقة مع قرب انتخابات 7 أكتوبر المقبل، سنحط الرحال في حزب عند حزب من الأحزاب التي ستدخل غمار الانتخابات في إقليم سنغير، حزب يوصف بأنه ذو مرجعية وإيديولوجية أمازيغية ضمن الحكومة الحالية في أغلبيتها وفي المعارضة المحلية في جماعة سنغير. هنا الحديث عن حزب الحركة الشعبية. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف المنسق المحلي للشبيبة الحركية وعضو الكتابة المحلية لحزب الحركة الشعبية السيد رجب الشيشي. سنحاوره ونناقشه ولما لا نستفزه من أجل توضيح رؤاه الخاصة حول آخر المستجدات في الساحة السياسية ورأيه حول العديد من القضايا التي تهم الشأن الوطني والمحلي. بداية نرحب بك أستاذ رجب في برنامج جلسة خاصة. نطرح أول تساؤل، من هو رجب مشيشي وكيف التحقت بحزب الحركة الشعبية؟ في البداية شكر خاص لمؤسسة سنغير للصحافة والإعلام، شكرا لفريق عمل المؤسسة، شكرا لمتتبعينا الأعزاء، وشكر خاص على طبيعة هذه الحلقات من برنامج يعني جلسة خاصة التي مما لا شك فيه ستتيح لنا فرصة من أجل تقريب رؤانا كما أسلفتم الذكر عن معنى حزب الحركة الشعبية، وكذلك تقريب مختلف المهتمين يعني بالشأن السياسي والشأن المحلي والعام بصفة يعني خاصة من ما معنى رؤانا الاستراتيجية وما هي مخططاتنا يعني الانتخابية وكذلك السياسية. إذن بإجاز رجب ماشيشي المنسق المحلي للشبيبة الحركية وعضو الكتابة المحلية لحزب السنبلة بإقليم تنغير. التحاقنا بحزب الحركة الشعبية أو حزب السنبلة هو كان نتيجة يعني قناعات شخصية، قناعات إيديولوجية وقناعات سياسية إن صح التعبير أن نقول. فكما أسلفتم في بداية الحلقة أو حلقة اليوم، هو ارتباطنا أولا الإيديولوجي والهوياتي الوطني بصفة عامة والأمازيغي بصفة خاصة، لكون الحزب يدافع عن الهوية المغربية يعني تحت شعار تمغربيت أولا، ثم الدفاع عن العالم القروي ومجموعة من التوابت التي لها ارتباط بالأرض والهوية الوطنية بصفة خاصة. لنا كذلك يعني تقاطعات كثيرة مع تاريخ وهوية ومرجعية وتصور الحزب أو حزب الحركة الشعبية منذ الأزل. هذا ما جعل منا في الآونة الأخيرة منذ أن اقتنعنا أن التغيير يأتي من داخل المؤسسات لا من خارج المؤسسات. إذن اتخذنا حزب الحركة الشعبية كخيار مؤسساتي استراتيجي من أجل يعني المشاركة في التغيير ومن أجل المساهمة في رسم الخطط والبرامج التي من شأنها ومن خلالها وعبرها سنساهم في الإدلاء بآرائنا في رسم يعني السياسات العمومية الوطنية والمحلية بالخصوص ما دام أننا يعني فاعلين مدنيين وسياسيين محليين. بعد التقديم الذي أعطيتناه أستاذ رجب على حزب الحركة الشعبية، ماذا أعد الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة محليا ووطنيا؟ إذا بخصوص ما أعده الحزب بخصوص الانتخابات التشريعية أو البرلمانية الجارية أو المقبلة بحول الله المرتبطة ب 7 أكتوبر، فمما لا شك فيه أن حزب الحركة الشعبية على غرار باقي الأحزاب الوطنية له برامجه الخاصة به على المستوى الاستراتيجي، على المستوى السياسي، ثم على مستوى أفق يعني تنزيل مضامين ومحتويات دستور 2011، مما فيه يعني ترسيم اللغة الأمازيغية وكذلك ورش الجهوية الموسعة أو الجهوية المتقدمة إلى غيره من يعني المؤسسات التي جاء بها يعني الدستور الجديد أو الدستور 2011 للمملكة المغربية. إذا كلها يعني ارتباطات والتزامات إن صح التعبير أن نقول، سنظل أمامها ملتزمين كحركيين وكحركيات جنود مجندة يعني وراء دستور مملكتنا العزيزة من أجل يعني من أجل السعي ومحاولة تفعيل وتنزيل هذه الدساتير ومقتضيات دستور المملكة. إذا بخصوص الارتباطات، فكما يعني وكبتم وكب معنا الرعي العام بخصوص الانتخابات
الانتخابات يعني الجماعية والجهوية السابقة، فقد حققنا يعني ما يمكن تحقيقه على المستوى الإقليمي والمحلي ثم الوطني، ويعني خير دليل مجموعة من الأرقام يعني التي نافسنا بها مجموعة من الأحزاب الوطنية ذات يعني وزن كبير على المستوى الوطني إن صح التعبير أن نقول، وذلك ويتأتى ذلك أو يتجلى ذلك في عدد المقاعد يعني التي حصل عليها الحزب داخل البرلمان، ثم عدد الجماعات وعدد يعني التمثيليات وعدد المقاعد على مستوى المجالس المنتخبة بما فيها المحلية والإقليمية وكذا الجهوية. حزب الحركة الشعبية ممثل في مجلس جهة درعا تافيلات يعني بشكل قوي، ثم كذلك بالمجلس الإقليمي هنا بتنغير إلى جانب المجموعة من الجماعات المحلية بما فيها يعني المجلس الجامعي لتنغير بأربعة مقاعد في يعني صف المعارضة. إذن هناك يعني نوع من طموح سياسي، نوع من تمركز ونوع من التموقع القوي للحزب. هذا ما سيجعل منا يعني بحول الله آملين يعني وطامحين من خلال استراتيجيات الحزب للانتخابات يعني التشريعية المقبلة، أننا نطمح ما بعد يعني الحسم في ممثل أو ممثلي ووكلاء اللوائح على المستوى الجهوي وعلى المستوى الإقليمي، لكي نرسم خريطة طريق جديدة ومن أجل النهوض بواقع الجنوب الشرقي والمساهمة في التغيير على المستوى الوطني بصفة خاصة، من باب يعني طرق جميع الأبواب التي من شأنها أن تغير يعني الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لبلدنا على المستوى البيئي، على المستوى التعليم، على مستوى الصحة، على مستوى العدالة، وعلى مستوى مختلف يعني القطاعات وميادين مختلف القطاعات يعني العمومية إن صح التعبير أن نقول. إذن هناك برنامج وهناك استراتيجية سيتم من خلال يعني المهرجانات الخطابية التي سيتم الإعلان عنها ما بعد يعني 24 من الشهر الجاري، لكي يتم تقريب كما أسلفنا الذكر يعني الرأي العام ومناضلي ومناضلات الحزب ومختلف المهتمين بشأن المحلي من استراتيجيات الحزب يعني بدقة. نقف عند هذه النقطة ديال الاستعداد الحركة الشعبية للاستحقاقات، يعاب عليكم محليا لأن الحزب يظهر فقط في فترة الانتخابات، ما ردكم على هذا؟ على غرار دائما جميع الأحزاب، فحزب الحركة الشعبية أكيد ومما لا شك فيه وهو أمر سوف لن يختلف عليه اثنان كما يقال، أن إقليم تنغير والجنوب الشرقي عموما يعني على غرار الأطلس المتوسط والريف وكذلك الجنوب المغربي كان معقلا يعني لحزب الحركة الشعبية كحزب عريق ومتجدر في يعني الهوية المغربية في المدن كما في القرى. إذن كي نقول أننا موسميين فلا أظن، هناك حركيين، هناك دماء حركية تتحرك في كل وقت وحين، هناك يعني أعيان، هناك يعني ساسة وقيادات حركية منذ الأزل لا تزال يعني فاردة نفسها لحد الساعة على المستوى المحلي، ولكن أكيد أن قد نتفق في شيء يعني مفاده أننا في إطار يعني تأسيس للهياكل، فبالأمس القريب ليست هناك هياكل، هناك فعلا حركة شعبية، هناك دماء حركية، هناك تمثيلية دائما انتخابية وسياسية في جميع يعني المؤسسات الانتخابية بصفة عامة، ولكن نحن أمام دستور جديد، ونحن كذلك أمام جسيد يعني لفلسفة يعني بناء الهياكل وبناء المؤسسات والاشتغال على تعميم يعني الفروع المحلية على المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى الجهوي كما هو الشأن في باقي بقاع المملكة. إذن لسنا بموسميين، نحن دائما موجودون، ونحن الآن أسسنا ورسخنا لفلسفة جديد النخب، وربما الحجة هي اللحظة التي نحن يعني أمامها، هي أن الحركة الشعبية أصبح لها صوت شبابي، ونحن الآن سنمثل بحول الله في اللوائح الوطنية كما نحن ممثلون يعني في الفروع المحلية. إذن هناك هياكل وفي القريب العاجل إن شاء الله وبالخصوص ما بعد انتخابات يعني 7 أكتوبر سيتم يعني الترسيخ أكثر وتفعيل يعني الجسم و يعني العملية السياسية المرتبطة بالتصور الحركي بصفة عامة على المستوى الإقليم كما على المستوى الجهوي والوطني. واش كتشوفوا باللي كاينة مقاربة تشاركية وديمقراطية تشاركية داخل الكتابة المحلية؟ يعني الحديث عن الكتابة المحلية لا أظن،
ان هناك يعني شتات او ان هناك مشاكل، بقدر ما ان هناك فعلا خلاف بسيط او اختلاف بسيط على مستوى يعني وكيل لائحه الحركه الشعبيه يعني الانتخابات البرلمانيه، بعدما تم الحسم في يعني وفي لقاء لنا 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 يعني لنا بخصوصه محاضر يعني موثقه بعد يعني اشرف عليه السيد الحاج سعيد امس كان يعني بصفته رئيس اللجنه الوطنيه للانتخابات وكذلك عضو المكتب السياسي بمدينه وجزت فقط بالامس القريب، وتم تعيين السيد حسن محروس يعني وكيلا للائحه باقليم تنغير، يعني اللائحه الوحيده والاخيره التي لم يحسم فيها الحزب على المستوى الوطني، ولكن بعده هناك اكيد يعني الصراع على المواقع كما في باقي الاحزاب كما في باقي المؤسسات السياسيه، الى ان تم يعني ترجيح الكفه لصالح ابراهيم كريم وكيلا للائحه. اكيد والشيء الذي حررنا بخصوصه محاضر ونددنا به امام يعني الامانه العامه ان هناك طعن في الديمقراطيه الداخليه للحزب وان القرارات الجماهيريه وقرارات القواعد لم تحترم بعد الاتفاق عليها يعني بناء على محاضر وبناء على اجتماعات، يعني حضر السيد المنسق الاقليمي السيد عسو عبد الرحمن كما يعني اشرف عليه السيد الحاج سعيد امسكان بصفته كما اسلفت الذكر عضو المكتب السياسي ومشرف على الانتخابات. اذا حررنا بخصوص هذه المحاضر مما ادى اكيد الى انسحابات في الصف الحركي لصالح احزاب والوان اخرى، هو هي في حقيقه الامر حق دستوري من حق اي واحد يعني ان يمارس يعني سياسته الخاصه به ويعبر عن ارائه السياسيه كما هي مخوله دستوريا داخل مؤسسات حزبيه اخرى ان لم يتم يعني توفيرها داخل حزب الحركه الشعبيه، ولكن نؤمن كل الايمان يعني ان التغيير دائما يظل رهين بالمؤسسات. إذن الصراع حول المواقع يعني أمر متجاوز لأن المواقف كما نؤمن أو كما أؤمن شخصيا يعني في نظري المتواضع أن المواقف تفوق المواقع، يعني مرحلة الانتخابات التشريعية أو الجهوية أو الجماعية ستمر يعني سيتم تجاوزها في وقت وجيز وفي لحظة وجيزة، لكن يعني الإيمان القوي بالمواقف سيظل راسخا وسنشتغل يعني أكثر مما بإمكاننا من أجل ترسيخ مواقفنا داخل الحزب والتغيير من داخل المؤسسات، لأن المواقع يعني ستحل الانتخابات التشريعية وستمر ستحل الانتخابات يعني أخرى بعدها وستمر لكي تبقى المواقف هي سيدة نفسها أكثر من المواقع. انطلاقا من نقطة ديال الانشقاقات المحلية في الحزب محليا بإقليم تنغير، واش رجب مشيشي في حالة ما يراج أنه تقدم بالانضمام إلى اللائحة الوطنية للشباب في الحركة الشعبية حالة رفض طلب، هل ستنسحب أنت أيضا من اللائحة ومن الحزب نهائيا؟ ابدا 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 كما اسلفت الذكر وساردده وساظل ارددها ان المساله مساله مواقف ليست مساله مواقع، بمعنى وبكل بساطه اكيد بعد انخراطنا داخل او بحزب الحركه الشعبيه وايمانا منا يعني بالتمثيليه الجهويه للنساء والشباب يعني تقدمنا بطلب ترشح للامانه العامه وللسيد المنسق الوطني لمنظمه الشبيبه الحركيه بحكم يعني هي المشرفه عن الجسم الشبابي الحركي الى اخره، تقدمنا بنفس الطلب الى مجموعه من القيادات الحركيه من اجل يعني الحرص على يعني تمثيليه جهه درعا تافيلالت واقليم تنغير الذين نحذر منه يعني تحديدا، إيمانا منا بأن جهة درعا تافيلالت لها نصيب على غرار باقي جهات المملكة بالريف بالجنوب بالوسط ثم بالجنوب الشرقي مما لا شك فيه، تقدمنا بطلبنا يعني في الوقت في الآجال المحددة يعني للعملية ونحن في انتظار يعني الحسم النهائي التي ستشرف عليه يعني اللجنة الوطنية دائما تحت الإشراف الأمانة العامة للحزب، وإذا بنا فقط في الأمس القريب نتفاجأ يعني بتسرب لوائح
غير رسميه لحد الساعه، يعني في منابر اعلاميه وفي مواقع الكترونيه تدعي ان اللائحه الوطنيه لحزب الحركه الشعبيه تم الحسم فيها نهائيا، ولا نزال ما تمت اقول ما تمت يعني الحسم في الامر دون الاخذ بعين الاعتبار دائما المقاربه التشاركيه وكذلك المقاربه يعني التعادليه لي والمنصفه لي يعني للجهات بما فيها جهات ذراع التفيلات التي نحن جزء لا يتجزا يعني منها، نحن نطالب التمثيليه يعني داخل الحزب وامام الامانه العامه بحكم يعني الثلاثون يعني مقعدا او موقعا المخصص للائحه الوطنيه للحزب، ولا شيء يعني محسوم فيه لحد الساعه، وسنناضل على حقنا كباقي يعني التمثيليات الشبابيه في باقي يعني جهات وبقاع المملكه المغربيه والممثله ل يعني مختلف ربوع المملكه ولي كذلك الحزب ومتشبتين بمواقعنا وبمواقفنا كذلك من اجل ان نمثل ويمثل اقليم تنغير يعني تمثيلا قويا داخل الحزب وداخل اللوائح الوطنيه كما هو جاري به يعني العمل وكما هو يعني وارد في الدستور الجديد للمملكه والقاضي بالتمثيليه القويه للشباب والنساء. بعد النقطه السي رجب غنعطيك مجموعه من النقاط، تعطينا موقف شخصي وموقف الحزب ومجموعه من القضايا التي لهم الشان المحلي. مرحبا. اول حاجه كنبداو مع موقف الحركه الشعبيه من مشكل الاراضي السلاليه التي تعاني منها اقليم تنغير وجماعه تنغير بالخصوص. مساله الاراضي الجمعه والاراضي السلاليه هو مشكل حقيقه يعني عويص صح التعبير ان نقول هو مشكل او ظاهره تعرفه كل يعني مناطق المملكه والعالم باسره. نحن بتنغير يعني كفاعلين سياسيين وكفاعلين مدنيين في نفس الوقت، يعني في صفوف المجتمع المدني، يعني قدمنا عرائض وشاركنا في مسيرات وفي معارك يعني تؤيد ضرورة يعني الحسم في مشكل أراضي الجموع بإقليم تنغير بالخصوص كفاعلين يعني وكمنتخبين محليين. ممثلي الحزب يعني داخل المجلس الجماعي في كل من التدرات الغربيه، في كل من جماعه تنغير، في كل من داخل المجلس الاقليمي، قدمنا يعني عرائض ترافعيه، قدمنا مراسلات يعني استفساريه، قدمنا يعني وشاركنا في معارك كذلك بطوليه اخرها معركه الكرامه للنساء يعني تنغير تنديدا بمشاكل اللجان النيابيه التي لا تزال لحد الساعه تنغير تتخبط يعني تتخبط في مشاكلها، ولا نزال اذا نناضل في من اجل يعني فك هذا اللغز الذي لسوء الحظ اقول يستغل في مثل هذه المراحل الانتخابيه كورقه سياسيه تستغلها بعض الالوان السياسيه وبعض الاحزاب ان لم نقل بعض يعني الطفيليات الانتخابويه من اجل يعني الضحك على دقون الساكنه وعلى يعني دقون المواطنين البسطاء. اذا نقول ان مساله الارض او مساله اراضي الجمعه مساله مقدسه يجب يعني ان تفك الغازها بطريقه يعني معقوله وبطريقة تحتكم إلى العرف وإلى القانون وهو الشأن الذي دافعنا عليه ولا نزال ندافع عليه داخل المؤسسات وداخل يعني النسيج الجمعوي بصفة عامة. ثم ما رأيك في الحملة التي أطلقها بعض النشطاء على الفيسبوك بعدم مقاطعتهم للانتخابات التشريعية بل أنهم سيصوتون ضد ما أسموه تجار الدين؟ هي في حقيقة الأمر كموقف شخصي أقول أن من حق أي كان فاعل سياسي مدني إعلامي حقوقي أن يعبر على رأيه وعلى تصوره السياسي يعني بالطريقة التي يراها بها أنه مناسبة، الطريقة المناسبة التي يرى بها يعني الأشياء والظواهر. لكن يعني من زاوية نظري الشخصية أن هناك تجار دين كما أسلفت الذكر بخصوص أراضي الجمعة، هناك من يستغل الدين يعني لأغراضه ولمآربه عفوا الشخصية من أجل يعني بلوغ يعني مراتب ومآرب يعني تخص لونه السياسي أو لونه الحزبي، ولكن هذه الأمور يعني يعاقب عليها القانون ويعاقب عليها يعني الدستور، وهي أمور في حقيقة الأمر منبوذة وسنعطي مواقفنا الواضحة منها أن الدين لله وأن المؤسسات يعني لنا جميعا. إذا سوف لن نسمح باستغلال الدين كما يعني يحلو لمجموعة من الأحزاب أن تستغله.
ربما هناك من أطلق حملات فعلا على حزب العدالة والتنمية الذي حاليا يسير أو على رئاسة الحكومة المغربية، وأنه من جديد يحاول وفق مؤامرات سياسية ووفق يعني ممارسات خبيثة ويعني دنيئة لا يقبلها العقل ولا المنطق ولا القانون. إذن أمر منبوذ، وأنا شخصيا أتفق يعني ممن احتجوا يعني ونددوا باستغلال الدين في إطار المسيرات التي نظمت فقط أمس البارحة بالدار البيضاء وبمجموعة من المدن المغربية. إذن نحن نتضامن مع كل من يناهض ويندد يعني بالسلوكات اللا ديمقراطية واللا مسؤولة التي تتعارض وتتنافى مع يعني القانون ومع يعني الممارسة السياسية النبيلة والعمل السياسي يعني المقدس والنبيل. هكذا كنوصلوا لآخر فقرة في البرنامج، ماذا أسوأ وأحسن؟ ما هي أسوأ وأحسن ذكرى لرجل مشيشي في مساره السياسي؟ سؤال حقيقة محرج ولكن سؤال ذكي في نفس الوقت. أحسن يعني فترة أو أحسن لحظة يعني من زاوية نظر سياسية هو عدم استماتتي وعدم يعني ندمي إن صح التعبير أن نقول في خوض معركة السياسة والممارسة السياسية. كنا بالأمس القريب ننادي بمقاطعة يعني الانتخابات، بمقاطعة العمل السياسي لأنه خبيث كما يقال بكذا وكذا، ولكن اليوم أحسن يعني ما وأحسن فرصة أتيحت لي أنني انخرطت في العمل السياسي وأمنت كل الإيمان بأن التغيير سوف لن يأتي إلا من داخل المؤسسات، وأن التغيير خارج المؤسسات سوف لن يعني يحول إلا ب يعني إلا بممارسة جوفاء وب يعني تصورات فارغة جوفاء سوف لن يعني تصل بنا إلى المبتغى والأفق السياسي المراهن عليه. أسوأ يعني اللحظة أو فترة هو اللحظة التي أحس بها بأنني مسخر سياسيا، اللحظة التي أحس بها بأنني مسخر سياسيا، ولكن الحمد لله وإيماننا الراسخ دائما يعني بقوة وفلسفة يعني الممارسة السياسية تجعل منا أن نكون فاعلين لا مفعولون بهم كما يقال، فمن لا يمارس السياسة النبيلة تمارس عليه السياسة الخبيثة. إذن فلنمارس السياسة جميعا ولنتجند جنودا مجندة يعني ويدا في يد من أجل، وأناشد يعني رسالتي للشباب بالخصوص من أجل يعني الحرص على بناء مغرب ديمقراطي حداثي تقدمي وواضح. رسالتك كلمة أخيرة وكلمة حرة لمتتابعي ومشاهدي برنامج جلسة خاصة. شكر مجدد لفريق عمل مؤسسة الإعلام والتنغير للصحافة والإعلام، شكر مجدد لفريق العمل وعلى هذا النقاش يعني المثمر والبناء الذي نحن بحاجة في حقيقة الأمر إليه. رسالتي في آخر المطاف هي ستكون بدورها رسالة سياسية أناشد من خلالها وعبرها الشباب والنساء من أجل الانخراط يعني القوي في السياسة، من أجل يعني المساهمة في رسم يعني خطط وتصورات واستراتيجيات بلداننا يعني ومصيرنا السياسي، لأنه بدون الممارسة السياسية كما أسلفت الذكر سوف لن نغير شيئا وسوف لن يتغير شيئا يعني بمحيطنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي وغيره. إذن جنودا مجندة من أجل الانخراط الفعلي والقوي في السياسة، وشكر مجدد. هكذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة من جلسة خاصة التي استضفنا فيها المنسق المحلي للشبيبة الحركية وعضو الكتابة المحلية لحزب الحركة الشعبية بتنوير أستاذ رجب مشيشي، ونضرب لكم موعدا حلقة مقبلة وضيف آخر وحزب آخر.